السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما بنعودكم ان احنا بنتكلم على كل جديد في السوق، هنتكلم النهاردة عن اجدد حاجة في السوق بتستخدم في علاج سكر من النوع الثاني وبتستخدم بشكل كبير جدا للتخسيس، اسمها مونجيرو. مونجيرو دي عبارة عن اقلام. هل يا دكتور هي شبه اوزامبيك مثلا، شبه الريبولسس، شبه الساكسندا، ولا هي حاجة مختلفة؟ ما تيجي نشوف مع بعض. انا عمرو بكر من عرف، يلا بينا نبدأ. هات يا ابني من عرف وتعالى. الاكل لما بيخش جسمك ونتيجه استجابه جسمك للاكل اللي داخل ده بيبدا يفرز نوعين من الهرمونات تقريبا. بيفرز حاجه اسمها جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك اللي اختصارها جي اي بي، وبيفرز حاجه اسمها جلوكاجون لايك بيبتايد اللي هم دول اللي احنا بنقول عليهم الانكريتي اللي هو هرمون الشبع، اللي هو يبدا يخلي الجسم يفرز انسولين ويبدا يخليك تحس بالشبع ويبدا يعمل لك كل القصه دي. اللي الجسم بيفرزه تاثيره محدود او تاثيره ما بيقعدش فتره طويلة، فبالتالي لما بناخده من مصدر بره بيبدأ يدينا تأثيرات مختلفة كتير جدا. بيشتغل على ايه المونجيرو ده؟ الوحيد اللي موجود في السوق اللي عبارة عن الاتنين دول مع بعض، GLP-1 وكمان GIP، وده اللي بيفرقه عن حاجة زي الساكسندا، الفيكتوزا، الريبولسز والازامبيك. كل الحاجات دي بتشتغل ان هي ايه، هي عبارة عن GLP-1 بس، لكن المونجيرو تأثيره بيكون اعلى. التأثير المتوقع اللي هو هيعمله نفس التأثيرات اللي اتكلمنا عليها واللي هفكركم بيها دلوقتي. اول حاجة ان هو بيروح بيزود الانسولين، يساعدك في حرق الجلوكوز او بيساعدك في حرق السكر. تاني حاجة يبدأ يخلي الاكل اللي موجود في المعدة يقعد فترة اطول، فانت تبدأ تحس بالشبع فترة طويلة، تبدأ تحس بانك مليان، تبدأ تحس انك مش قادر تاكل، مش قادر تشرب، انت خلاص انت مقفول. التأثير الثالث اللي هو جلوكاكون لايك افكت، وده تأثيره ببساطة لو انا هشرحه بيقلل تحويل الجلايكوجين لجلوكوز، فبالتالي بيقلل الجلوكوز اللي موجود في الدم، وبالتالي لما بتحصل العملية دي الجسم ما بيلاقيش قدامه مصدر موجود غير ان هو يبدا يحرق من مخزون الدهون اللي موجوده، لان انت السكر اللي موجود في الدم اتحرق والكبد ما بيحولش سكر، فيبقى عندك مخزون الدهون اللي الجسم بيبدا ياخد منه ويبدا يحرقه، وبالتالي الناس اللي بتستخدم الحاجات دي بتبدا تحس بالتخسيس، بتبدا تحس بتاثيره على التخسيس. كمان التاثير الرابع، التاثير على الهايبوثالامس، بيقلل رغبتك في الاكل وبيقلل احساسك ان انت عايز تاكل، ودي التاثيرات اللي كان بيعملها برضو الجلوكوز كون لايك افكت. لكن لما هعملها عن طريق حاجتين اللي هو الجي اي بي وهعملها عن طريق جي ال بي، فهيكون التاثير بتاعها مضاعف. لكن خلينا نقول ان هو كدواء متوفر عليه كايه، علاج مساعد مع مرضى السكر من النوع التاني، لكن بالطبيعي لما الناس بتستخدمه بيبداوا يلاقوا عليه تاثير كويس جدا في موضوع التخسيس زي ما بيحصل مع الساكسندا والاوزامبيك والريبولسس. لكن التاثير هنا هيكون على التخسيس اعتقد ان هو هيكون مضاعف وهيكون اكتر. ليه؟ لان هو بيشتغل بطريقتين، وده برضو هيخليه بشكل مضاعف نبدأ نحس بالسايد افكت على الجي اي تي برضو على الجهاز الهضمي، لو نبدأ نحس شوية كتير بالترجيع، باللوعان، بالنزية، بكل الحاجات دي، تحس ان انت عايز ترجع. في ناس كتير ما بتستحملش. الحلو ان في المونجيرو الجرعات بتاعته بتوصل لحد 15 ملي جرام. الجرعات اللي موجودة بتبدأ من 2.5، 5، 7.5، 10، 12.5، و15 جرام. فالجرعات احنا ممكن نوصل لجرعات عالية جدا، ممكن تشتغل معنا بشكل كويس جدا في موضوع التخسيس. احنا كانت بتبقى مشكلتنا في موضوع الاوزامبيك مثلا الجرعة مثلا 1، فما فيش جرعة بعد كده، فبالتالي الناس اللي كانت بتزود كانت بتاخد 1.5، لكن ده لحد 15 ملي جرام في منه جرعات. اول ما بتستخدمه بتسمع الكليكة، تبدا الجرعه تخش جسمك، واول ما بتخلص بتسمع كليكة تانية، مجرد ما بتخلص بترمي الالم ده، تبدا تستخدم الم تاني الاسبوع اللي بعده، وهكذا لمده 4 اسابيع. بالاضافه ان السايد افكت بتاعته هتبقى عاليه، في عيب كمان سعره. العلبة بيجي فيها 4 أقلام، الألم بيستخدم مرة واحدة في الأسبوع، لأن هي أقلام كتير 4 أقلام، فأنت تقريبا في تكلفة في الصناعة، فسعره 1740 درهم، أغلى بشكل كبير جدا من الأوزامبيك مثلا. سعره غالي شوية للناس اللي ممكن تشتريه كاش أو ممكن ما يكونش متغطى على التأمين.
لما بنبدا الجرعات بنبدا الجرعات طبعا بالقليل للكثير، بنبدا ب 2.5، وعلى حسب الكتب ما بتقول احنا لازم نكمل 2.5 لمده شهر ونبدا نزود الجرعه من بعد شهر، زي ما كنا بنعمل مع الاوزمبيك والريبولسز وكل الحاجات اللي شبه الموضوع ده. طب قولوا لنا، هل ممكن تفكروا في حاجه زي المونجيرو من شركه ليلي تيرازيباتايد، ولا تفضلوا مكملين على الريبولسز والاوزمبيك والحاجات دي كلها؟ قولوا لنا ممكن تعملوا ايه. احنا كده خلصنا المونجيرو، دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه، سواء من عراف او من جوه الصيدليه. سلام.